الرسالة اللي بوجهها لجماهير النادي الأهلي، لما يكون المنافس عاوز يطلع من كل موقف يخص النادي الأهلي بانتصار معنوي حتى لو هو مش مشارك فيه، يبقى أنت هنا لازم تاخد بالك، لازم نقول لك ستوب، ركز، شوف الصورة كاملة عشان تقدر تشوف فيه مكتسبات ولا لا. بمعنى النادي الأهلي لو كان لعب مباراة الجونة كنا نطلع للنغمة القديمة، النادي الأهلي بيتراجع في القرارات. طب ما لعبش مباراة الجونة هيقول لك طب النادي الأهلي بيصعد ليه وكان معترض ليه. المهم في النهاية ان المنافس هيدور على اي انتصار معنوي في اي قضية تخصك انت كنادي أهلي، لكن الحقيقة غير كده خالص، لان احنا قلنا في معطيات على اساسها بيصدر البيان، ولما بتتضح الصورة بتبقى الامور مختلفة تماما، ودي اللي حصلت في أزمة مباراة الأهلي والزمالك. قلنا تصريحات بتخرج بالليل، قرارات بتخرج بالليل، مفيش خطاب من اتحاد الكرة، مفيش تشاور بين اتحاد الكرة والأندية، فالنادي الأهلي بطبيعة الحال ممكن يكون شاكك أو قلقان من فكرة إن اللجنة الخماسية تبدأ تتلاعب في ترتيب المسابقة وما تحافظش على تكافؤ الفرص لدى الجميع. فقرر النادي الأهلي ياخد موقف، ووزير الرياضة احترم موقف النادي الأهلي وتم التواصل وتم الجلسة اللي اتضحت فيها الرؤية تماما لمجلس إدارة النادي الأهلي. فبالتالي طالما الموضوع يخص الدولة نحن مع الدولة ومع استقرار الأمن قلبا وقالبا، ولكن كان مهم جدا توضيح الرؤية. وبرضو النادي الأهلي ما لعبش ماتش الجونة فارس بالظبط يا أحمد، وده اللي عايزين نتكلم مع الجمهور فيه. من حق كل واحد فيكم يكون عنده معطياته وعنده وجهة نظره، وده شيء صحي جدا، ولكن ما ينفعش حد يحاول يمرر لك حاجة وانت تسمح ان هي تحصل. جمهور النادي الاهلي عنده وعي اكبر من كده بكتير، من حقك تشوف وجهة نظر في جزء معين في البيان او يكون لك رأي، كل ده شيء جيد جدا وبنتناقش فيه، وهو ده دورنا هنا ان احنا بنتناقش، ما بنفرضش رأينا على حد، ولكن ما ينفعش حد يحطك بين شقي الراحة، يزنق عليك بالزبط. من هنا ويزنق عليك من هنا، وعايزك انت كده هتبقى انت اضريت بنفسك وكده اضريت بمصالحك. النادي الاهلي بيعرف يلعب الجيم ده كويس قوي، وصدقوني زي ما في جيم قبل كده اتلعب هنتكلم عنه يا احمد بتاع الموسم اللي فات، هنكلمكم ازاي الجيم اللي فات اتلعب والجيم ده بيتلعب. هم ترددوا، ويمكن حد احد اللي كان مستضيفهم كابتن خالد قال ان دي مش اول مره النادي الاهلي يرجع في كلامه، ورجع الموسم اللي فات في كلامه. والحقيقه النادي الاهلي في الموسم اللي فات تعرض لكميه عراقيل مش ممكن ابدا لما تتحط امام نادي ان هو يكون في النهايه هو بطل المسابقه. أحمد، دي انت بتقول مش اول مره النادي الاهلي يرجع في كلامه، مع ان احنا بدانا، عشان كده قلت لك كلام جميل ما اقدرش اقول حاجه عنه، بس انت تقدر تقول، لان هو نفس الشخص اللي بيقول ان النادي الاهلي رجع في كلامه، هو بيحاول في كل الاحوال كانه هو اللي وجهك. بالظبط، وهو ده اللي احنا بنقول لجماهيرنا، ما تخليش حد يضغط عليك بتوجهات.